في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، احتفل قطاع الحماية المجتمعية بعيد الميلاد المجيد من خلال إقامة احتفالية للنزلاء بمركزي الإصلاح والتأهيل بدر ووادي النطرون لغرس القيم الروحية وتصحيح المفاهيم الفكرية. لأول مرة تنساب ترانيم عيد الميلاد المجيد بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، فقد رعي عند إنشائه تخصيص أماكن لإقامة الشعائر الدينية لتعزيز الجوانب الروحية وتقويم النزلاء بتصحيح المفاهيم الفكرية والدينية والسلوكية. قداس عيد الميلاد للنزلاء كانت المناسبة الدينية الأولى التي يحتضنها هذا المكان المجهز وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التأهيل والإصلاح. حاجة تشرف قدام دول العالم كلها، نقلة حضارية جديدة. إحنا جوه كنيسة فعلاً، بدكك، بحامل أيقونات، بمذبح، بكل مشتملات الكنيسة. ما كناش نحلم بكنيسة بالجمال ده والروعة دي، ودي بتأكد فعلاً حقوق المواطنة المصرية. زي ما في اهتمام إن يكون في السجن في جامع، برضه في اهتمام ان يكون في كنيسه موجوده في السجن. النهارده بالنسبه لنا احنا اليوم العظيم دوت اللي احنا نصلي في كنيسه ونحضر قداس العيد، حسينا ان احنا لينا مكانه. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اتاح لنا مجمع الكنائس، وبشكره ان هو احنا عمل لنا احتفاليه العيد. طبعا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجهوداته الكبيره اللي عمل لنا بمكان زي كده ان احنا نصلي فيه. وبالتزامن مع إقامة الشعائر الدينية بوادي النطرون، كان مركز الإصلاح والتأهيل بدر يقيم هو الآخر قداس عيد الميلاد المجيد لنزلائه وسط حضور من رجال الدين المسيحي. فالمنظومة العقابية الحديثة والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على إحياء كافة المناسبات الدينية للنزلاء، وهو ما ترجمته وزارة الداخلية بحرصها على إنشاء أماكن مجهزة للعبادة. وإحنا في بدر النهاردة أول مرة يقام في مركز تأهيل بدر الشعائر الدينية كاملة. المرة اللي فاتت كان لنا لقاء ولنا اجتماع، المرة دي صلينا قداس عيد الميلاد وكانت فرصة مباركة ناخد بركة إخواتي. أول مرة نصلي في كنيسة في هذا المكان الكامل ده، ونشكر الحكومة ونشكر وزارة الداخلية ونشكر ربنا، الحمد لله على كل حاجة. أب كاهن جانا وكنيسة مؤهلة ومهيئة لكل شيء. الكنيسة هنا زيها زي بره، ما تختلفش حاجة، كل حاجة موجودة بره موجودة هنا بالظبط. في الشعائر الدينية، الكتب بتاعتنا، كل حاجة تمام. أضفى حرص قطاع الحماية المجتمعية على إحياء عيد الميلاد المجيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل جوا من الروحانيات الدينية يسري بين النزلاء والنازلات، خاصة مع إحيائه بالتزامن مع إقامة القداس في الكنائس.